التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا والذين هم أئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه، أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم إذ الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هذا وبين يدي التذكير ببعض الآيات من سورة الصديق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أذكر بأننا في العشر الأول من ذي الحجة، تلك التي قال الله في شأنها مقسما والفجر وليال عشر، أقسم الله بها لعظمتها كما قال كثير من أهل العلم ولفضلها، وقال رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام التي عناها الله بقوله والله أعلم بمراده، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهي الأيام المعلومات. هذه الأيام التي يستحب فيها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فأجل ما يفعل فيها هو الإكثار من ذكر الله عز وجل. ذكر الله فضائله لا تنتهي، ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله شرعت العبادات ومن أجل مقاصدها إقامته، فالصلاة شرعت للذكر، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المناسك الأضاحي، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحج والعمرة في الأثر، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه وراياته شرع، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن مقاصد الجهاد الحفاظ على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. ذكر الله من أجل مناقبه أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، فعلينا به خاصة في هذه الأيام. ولقد كان ابن عمر وأبو هريرة كما روى البخاري ذلك معلقا يخرجان يكبران والناس يكبرون بتكبيرهما، فيهنيئا له من رطب لسانه بالذكر وطمأن فؤاده بالذكر، يهنيئا له من تنزلت عليه السكينة بذكره لله وانخنست عنه شياطينه بذكره لله وحفته الملائكة بذكره لله. يا له من سبق يناله، فالرسول الأمين قال سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟
قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فعليكم به، نوروا به صحائفكم، رطبوا به ألسنتكم، طمئنوا به قلوبكم، إلى شيء من قصة الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، وقد مرت به البلايا والامتحانات بأنواعها، فسبق وأن ألقي في غيابة الجب، وسبق وأن بيع بيع العبيد في الأسواق، وسبق وأن دخل قصر العزيز فابتلي بفتنة النساء، ابتلاءات تتلوها ابتلاءات. صدق النبي الأمين إذ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فهذا ابتلاء آخر يتعرض له الصديق يوسف وهو البريء المبرأ عليه الصلاة والسلام، يبتلى بدخول السجن مع السكير والعربيد واللص والقاتل. يدخل السجن لا لشيء صنعه إلا لكونه تعفف عن الفاحشة ولم يرضى بها، وآثر السجن على ما يسخط ربه، فقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وقدر على يوسف عليه السلام أن يدخل السجن، قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان. دخل معه السجن في هذا التوقيت فتيان، مكثا معه في السجن زمنا، وقدر الله سبحانه أن يرى كل فتى منهما رؤيا. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. كيف ذلك والخمر معصور؟ هذا إطلاق باعتبار ما سيؤول إليه العنب، فالمعنى: إني أراني أعصر عنبا، فيؤول العصير بعد ذلك إلى خمر، فهو إطلاق باعتبار ما هو آت. كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي ستؤول أموال اليتامى التي أكلت ظلما ستؤول إلى نار في البطون عياذا بالله يوم القيامة، فيطلاق باعتبار ما سيكون. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا فيصير بعد خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، أخبرنا بحقيقة ما تؤول إليه هذه الرؤيا وما تصير إليه. إن نراك من المحسنين. الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام مبارك أينما كان وأينما حل، ففي السجن مبارك، وعند والديه مبارك، وفي قصر العزيز مبارك، في أي مكان مبارك عليه الصلاة والسلام. وهكذا فليكن أحدنا مبارك حيث كان، حيث نزل وحيث حل، يجمع بين المتفرقين، يعلم الجاهلين، يصلح بين المتخاصمين، يرشد الضال، يقدم النصح، يهدي إلى طريق الله. ليكن أحدنا مباركا، لا يكن شؤما إذا نزل مكان، يطعن في هذا، يخدش في عرض هذا، يفرق بين هذين. لا تكن هكذا يا عبد الله، بل ارفع شعارا، كن مباركا. قال المسيح عيسى عليه السلام في مهده: وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان حللت وفي أي موطن نزلت جعلني مباركا. يوسف كان كذلك، أنبياء الله كذلك. يوسف دخل السجن والسجينان يقولان له: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. هكذا محسن عليه الصلاة والسلام وهو في السجن، وعلامات الإحسان عليه بادية، مع ما
رزق من جمال خارق مع ما رزق من إيمان وحكمة وعقل رزين ونبوة وفضل. إنا نراك من المحسنين. بماذا أجاب يوسف عليه الصلاة والسلام على هذه الرؤيا؟ وبماذا أجاب على هذا الطلب؟ أولا قدم الفاضل على المفضول، كان بالإمكان أن يفسر الرؤيا بما علمه الله، ولكن يقدم ما هو أنفع لهذين السجينين. فدوما نقدم الأولى، فالأولى أن نستعد للآخرة. فيوسف عليه السلام لم يبادر بتفسير الرؤيا، بل بدأ يذكرهما بالله وبنعم الله عليه، فقال لهما ببعد شيئا ما عن الرؤيا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني الطعام الذي سيأتيكما غدا أنا أخبركما به الآن. وهذا مما علمه الله، فأحيانا يعلم الله بعض أنبيائه بعض أمور الغيب، كما قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكما قال المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فكل هذا بتعليم الله. أحيانا يعلم الله بعض الأنبياء بعض الأمور الغيبية التي ستأتي، كما أخبرنا بخروج يأجوج ومأجوج وهم لم يأتوا بعد. وهكذا قال الصديق يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. هو يحب أن يوددهما إلى ربهما، يعرفهما بالله، يدعوهما إلى الله سبحانه وتعالى. فقد كان في غفلة وكان في شرك، قال لهما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم العزيز ومن معه، وقيل غير العزيز كذلك، وهم بالآخرة هم كافرون. أتبعت ملة آبائي، اتبعت دين آبائي، ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فهذه الملة التي يجب أن نتبعها، التي يجب أن نتبعها أيها الإخوة، يجب أن نتبعها هذه الملة التي هي ملة إبراهيم وملة إسحاق وملة يعقوب وملة الأنبياء جميعا، ألا وهي التوحيد. فلا شريك لله ولا ند لله، لا نشرك بالله ولا نجعل له صاحبة ولا ولدا، ولا نرضى بشرع غير شرعه سبحانه وتعالى. قال الصديق يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وألفت النظر إلى أن إبراهيم لم يكن ديمقراطيا ولم يكن اشتراكيا ولم يكن ماركسيا، وكذلك إسحاق ويعقوب، بل حنفاء لله غير مشركين به. إبراهيم وإسحاق ويعقوب لم يعرفوا هذا اللوث ولا هذا الدنس الذي في أزماننا، بل ملتهم التوحيد. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، أي أن جعلنا موحدين، أن جعلنا مبتعدين عن الشرك والضلال والوثنيات والجاهليات. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد، وعلى نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تعد. ثم قال لهما يذكرهما يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولإيضاحه أقول وبالله التوفيق، وقد صنع كفار مكة مثل ما صنع الأولون، أتوا إلى أحجار وأطفوا عليها أسماء، فأطفوا على حجر اسم اللات، وعلى آخر اسم العزة، وعلى ثالث اسم مناة، وقالوا هي آلهة. هي حقيقة أحجار سموها بأسماء وجعلوها آلهة وعبدوها من دون الله. شأن بعضهم كشأن الذي يصطلح على أن يسمي البصل لحما، فتسأله ماذا أكلت؟ يقول أكلت لحما. من الذي أنت أكلت بصل؟ قل لا أكلت لحما. فهؤلاء الوثنيون كذلك اختلقوا أسماء وعظموها وعبدوها من دون الله. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أي لا حقيقة لها ولا قيمة لها ولا وزن لها، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ليست في كتاب عزيز نزل على نبي من الأنبياء، ولا أنزل الله بها من حجة، ولا أمر الله باتباعها، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. هكذا قال الصديق يوسف، ودوما وفي كل زمان وفي كل مكان الحكم لله الواحد القهار. ليس لشعب أن يشرع دساتير، وليس لشعب أن يسن قوانين تخالف ما في كتاب ربنا وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو اجتمع الشعب كله على شيء يخالف أمر الله ضرب بقول الشعب عرض الحائط، وديس قول الشعب بالأقدام إذا كان يخالف كلام ربنا ويخالف سنة رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. أما وقد بدت طلائع هذا الدستور الملوث الدنس، بدت طلائعه تظهر في مسودات ملئت بالضلال المبين. فأحب أن ننوه على أمر، أنه صدر اليوم بيان عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومضاف إليه مجلس شورى العلماء بيان معين تداولته بعض الفضائيات، ولم يجتمع مجلس شورى العلماء ولم يقر شيئا ولم يقرأ عليه بيان في شأن الدستور إلى هذه اللحظة، ولنا في شأنه اجتماع تصدر به توصيات إن شاء الله. فما زال الدستور قيد البحث، وإن كنت درسته ودرست كثيرا مما فيه وأراه باطلا، ولكن سيصدر ما يتعلق بمجلس شورى العلماء. فإفحام مجلس شورى العلماء، إفحام اسمها مع اسم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أتمنى أن يكون خطأ غير متعمد، فإننا لم نجتمع لهذا. وقد سألت أخي الشيخ محمد حسان، أشاركت في هذا أو اطلعت على البيان قبل صدوره؟ نفى. سألت الدكتور عبد الله شاكر، أطلعوك على البيان؟ قال جرت مكالمة هاتفية لكن ليس فيها ذكر البيان وما فيه. سألت أيضا إخواني أبا بكر الحنبلي وكذا جمال ابن عبد الرحمن، وسألت جلهم، فمنهم المسافر لا يدري شيئا، ومنهم الحاضر ولم يعرض عليه بيان، فلا أدري كيف صدر هذا. فعلى كل، لعله صدر من قبيل الخطأ فأفحم مجلس شورى العلماء في البيان ولم يطلع أغلبهم على ما فيه. عموما أتكلم بصفة الشخصية بعد الطلاع على البيان، بعد الطلاع عفوا على مسودة الدستور، أنها حملت أباطيل، وأرجع الكلام عن مجلس شورى إلى اللقاء في شأن هذا الصدد. أرجع إلى كتاب الله، خير من هذه الدساتير الملوثة التي عبدوها وجعلوها كأنها قرآن منزل وعظموها تعظيما، وفي الحقيقة لا أراها معظمة، بل أرى جلها مهان وجلها يداس بالأقدام لمخالفتها لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحسبنا كتاب ربنا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه.
قالها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام في سجنه لسجينين، وأخبرنا الله بذلك حتى نتعلم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، حتى نتعلم الهدي القويم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إن الحكم إلا لله، وفي ذات الوقت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي التنزيل العزيز من حكيم حميد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكذا الفاسقون وكذا الظالمون. وفي التنزيل العزيز ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أعود إلى مقولة الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم للسجينين: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين الذي به تقوم أمور الناس، به تقوم أمور الناس وبه تقوم حياتهم. فلا قيام للناس ولا حياة حقيقية للناس إلا بإقامة هذا الدين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا هوى الشعوب ولا أهواءكم، لا تعبدوا إلها آخر مع الله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم الذي به تقوم الأمم ويقوم الأفراد، وتقوم لنا دنيانا وتقوم لنا آخرتنا، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم جهلا، أكثرهم غافلون عن هذا الشرع الحنيف، غافلون عن أن الحكم يجب أن يكون لله. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لازم البيان بين يدي تأويل الرؤيا وما كان للصديق يوسف عليه الصلاة والسلام أن يذكرهما بأمر دنياهما ويغفل عن أمر آخرتهما. فواحد منهما سيصلب، فالذي سيصلب ينبه على خطورة ما هو مقدم عليه، فالدار الآخرة هي الحيوان، أي الحياة الدائمة الباقية لو كانوا يعلمون. فما كان ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام ويتكلم بالوحي أن يغفل أمر الآخرة، بل ذكرهما بالآخرة لعل متعظا أن يتعظ بدلا من أن يخلد أبد الآبدين ودهر الداهرين في جهنم والعياذ بالله. فذكرهما يوسف عليه الصلاة والسلام بالأولى قبل تفسير الرؤيا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، بدأ يفسر الرؤيا ويذكر الرابط الذي يربطه بهما، فهذا رابط. يا صاحبي السجن، يا نزيلي السجن، أو يا صديقاي في السجن، يذكر الرابطة التي تربطه بهما، فهذا من أدب الخطاب: يا ابن بلدي، يا ابن أمي، يا صاحبي، يا زميلي. فكل هذا تستجاس به الخيرات في النفوس. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي فيسلم ويخرج يعمل في قصر الملك مرة ثانية ويسقي الملك الخمر ويمر على أضيافه بكؤوس الخمر. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يذكر المفسرون أشياء لا دليل لها من الكتاب ولا من السنة، حاصلها أنهما لما سمع ذلك قال: ما رأينا شيئا. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في سنده مقال ألا وهو: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وفي حديث آخر: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وفي سنده والآخر مقال. قال تعالى: قال يوسف الصديق عليه السلام: يا صاحبي السجن، أما أحدكما
فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال يوسف الصديق للذي ظن أنه سيسلم منهما اذكرني عند ربك إذا خرجت، فقل للملك هناك سجين سجن ظلما اسمه يوسف اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يذكر بعض العلماء أن هذا من الأمور التي وزل فيها لسان الصديق يوسف إذ قال اذكرني عند ربك، وقال آخرون بل ما زل لسانه ولا شيء، إنما هو من باب الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب مشروع. كذا أجيب على الذين قالوا زل لسان يوسف بقوله اذكرني عند ربك، هكذا قال البعض، وقال آخرون من أهل العلم بل ذلك من باب الأخذ بالأسباب، وقد شرع لنا الأخذ بالأسباب. وإلا فيوسف الصديق سيأتي قوله لما أرسل له الملك كي يخرج قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أرجع فأقول وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك أي عند سيدك عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. مكث يوسف عليه السلام بعد هذه الحادثة عدة سنوات في السجن لوقت قدره الله عليه، وكل يوم يمر عليه يثاب وترتفع درجاته، فقد سجن ظلما عليه الصلاة والسلام، كل هم يصاب به يثاب عليه، كل بلاء يقع عليه يثاب عليه، هكذا كل من سجن ظلما. قال تعالى في كتابه الكريم فلبث في السجن بضع سنين، فالمسجون ظلما إذا رضي بالقضاء قضاء الله سبحانه وتعالى لم يتضجر لم يعترض على القضاء، وإن حاول أن يخرج لكن ليس اعتراضا على القضاء فيثاب. كل مبتلى يصبر احتسابا وطلبا للأجر من الله يثاب، فيجب أن يكون الصبر بهذا القيد، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. قال تعالى ذكره فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين، هكذا قدر الله سبحانه على الصديق يوسف أن يلبث في السجن بضع سنين، والله سبحانه على ما يشاء قدير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك ويجزيك عنا يا شيخنا خير الجزاء. وياكم. والله ربنا يطبق فينا شرع وسنة نبيه وكتابه يا رب العالمين. رب آمين يا رب آمين. وأنا مش عارف أقول إيه بعد كلام حضرتك، يعني مناش كلام الله يغفر اللي أنت اللي ربنا بيجري على لسانك قول الحق، وربنا يجعلك من عباد المتقين ويغفر لك ما لا نعلم يا رب آمين، ولا يؤاخذك بما نقول. اللهم آمين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وفي الآيات الأخرى سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وربنا بيقول سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخلفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وربنا بيقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعديه أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي حديث آخر تركت فيكم ما إن ما لن تضلوا بعديه إن اعتصمتم به كتاب الله. بارك الله فيك. فلا تصم بكتاب الله زي ما قال. نشكرك جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، ولن ينفعنا ولن ينفع بلادنا إلا كتاب الله، فلننادي جميعا بالشريعة ولندع هذا اللوث وهذا الهوس، فكما أسلفت مسودة الدستور مسودة مظلمة لا جزية خيرا من وضعها، مسودة مظلمة ملوثة جهدهم ووقتهم في تباب وضياع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله جزاك الله كل خير. وإياك والمسلمين.
حضرتك انا كنت عايز اتكلم في مساله التنصير اللي حصل اليومين دول، الهجمه الشرسه اليومين دول حضرتك بتاعه التنصير اللي احنا موجهه للدول الاسلاميه وبخاصه مصر. حضرتك شوف في الجرايد في كتاب مسلمين بيكتبوا قد ايه ان هم يوصفوا محاسن الديانه النصرانيه وان النصارى مظلومين وان المسلمين بيؤذوهم وبيضيقوا عليهم. جزاك الله خير. تفضل. جزاك الله خيرا. إن دينا يقوم على أن بشرا هو الإله دين باطل ومآله إلى زوال إن شاء الله. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دين يقوم على أن بشرا يأكل ويشرب هو الله أو هو ابن الله أو أن الله له زوجة، دين مآله إلى قل وإزهاق إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ. تفضل. شيخ معك أحمد من إسبانيا. نعم. أحمد من إسبانيا. تفضل يا أحمد. عندي مشكلة. أنا تزوجت من 10 أشهر من بعد، وزوجتي خانتني مدة عديدة، مدة 5 أشهر، مدة 5 أشهر خانتني. ماذا أفعل؟ قلت أني حامل بشهرك. أخي الكريم، أخي الكريم، نعم. ليس من حقك أن تتكلم على الفضائية وتقول زوجتي خانتني، فأنت تقذفها الآن على رؤوس الأشهاد، وليس هذا من خلق الإسلام القويم. إن كانت لك مسألة خاصة هكذا فيمكنك أن تتصل هاتفيا بأحد العلماء شخصيا، أما أن تقذف زوجتك على رؤوس الأشهاد وقد تكون محقا وقد تكون مبطلا فلا يقبل منك هذا، وديننا لا يسمح لك بمثل هذا على رؤوس الخلائق. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام بخير يا شيخ. وأنت طيب. لي عندك سؤالين يا شيخ. تفضل. أولا سامية التشريق. أيام التشريق فيها شيء؟ نعم. أيام التشريق صيامها فيها شيء؟ لا تصم أيام التشريق، أيام التشريق لا تصام عند جماهير العلماء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم. ومن العلماء من حرم صيامها. نعم. نعم. يا شيخ بالله، معنى سبحان الله بحمده رضا نفسه، ما معنى رضا نفسه؟ إثبات النفس لله دلت عليه عدة أدلة. ابتداء قال المسيح عيسى: تعلم ما في نفسي؟ قال: أعلم ما في نفسك. ثانيا أن الله قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فمن العلماء من فسر النفس بالذات، فالله أعلم بمراده، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمكم وعملكم وفضيلة الشيخ. وياك. تفضلي. والله احنا ما لناش ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى القوي، نسأل الله باسمه القوي أن يحكم فينا شرع وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل حجتهم يا رب. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم. أشكرك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. الشيخ مصطفى؟ نعم. يا أخي، أخيك في الله ياسر الورداء من الأقصر يا أخي. تفضل. يا أخي معي سؤال يا أخي مع إذنك. تفضل. يا أخي، أخي مقيم بالخارج ويضحي كل عام. نعم. فهل أقوم بذبح الأضحية بعد أن يصلي هو أم أصلي أنا؟ أنت وكيل عنه؟ وكيل عنه. ضحي بعد أن تصلي أنت. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى، اريد بس رقم هاتفك الشخصي بعد اذنك. خذه من الاخوه في غرفه التحكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخنا. نعم. جزاك الله خيرا شيخ. وجزاكم الله مثله. والله عاد اسال عن صحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله
لنهاية الحديث يعني، هل يصح أم لا يصح؟ إذا كنت تعني كتبت له حجة وعمرة تامة فالمستقر معي الآن ضعفه والله أعلم. السلام عليكم. أقولها بالله تعالى التوفيق. قال الله سبحانه في شأن صديق يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال لحضرتك. نعم. هو أنا كنت سألت سؤال قبل كده عن حجر سيدنا إسماعيل، إيه الصلاة فيه؟ هل هي تبقى جائزة ولا لأ؟ ففي قال لي إن الصلاة الفرض لا تصح في حجر سيدنا إسماعيل، لكن يصح صلاة النفل. فأنا دلوقتي يعني في حيرة، إزاي مش المفروض اللي يبطل الفرض يبطل النفل؟ يا أختي أنت تسألي السؤال ولا تملي الجواب على من تسألينا. الحجر أولا ليس اسمه حجر إسماعيل، اسمه الحجر، والحجر هذا جزء من الكعبة. لأن القرشيين لما هدموا الكعبة ورادوا بناءها اتفقت كلمتهم على ألا يدخلوا فيها مالا من الحرام، لا يدخلوا فيها مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا مال ربا ولا غير ذلك، فقصرت بهم النفقة الحلال عن إتمامها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوا القدر الموجود والآخر أحيط بصور كما ترين. يسمى هذا الذي محاط بصور الحجر. ذكر إسماعيل هنا لا يصح، فهذا الحجر جزء من الكعبة، إن صليت فيه فرضا جاز، إن صليت فيه نفلا جاز. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكي. أنا كنت بس طالبة من حضرتك إجابة وقول فصل في مسألة صك الأضحية، هل هو جائز أم لا؟ الصك بمثابة التوكيل، فإذا وكلت أمناء فقهاء كي يضحوا عنك جاز التوكيل. الوكالة في الأضحية جائزة، وإن كان الأولى أن تذبحيها في مكانك تأكلي منها، لكن إن قدر ووكلت من يذبح لك يذبح عنك وكان فقيها يعرف أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح الأضاحي قبل الصلاة، صلاة العيد. إذا كان فقيها وأمينا فلا بأس أن توكليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. حضرتك بالنسبة للعقيقة، هل يجوز اشتراك الأخوة في العقيقة وشراء بقرة؟ جائز أن يشترك شخص بسبعين كعقيقة عن ذكر في بقرة، ويشترك آخر بسبع كأضحية عن نفسه وأهل بيته. يا شيخنا بالنسبة لإثبات الصفات، الأسماء والصفات بالنسبة للسلف الصالح، يثبتون الأسماء والصفات من غير تكييف، هل لله عز وجل كيف أم ليس له كيف؟ وهل تأويل عفوا ارفق، اعلم قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا منهج إثبات السمع والبصر، إثبات أنه سميع بصير مع نفي المماثلة، ليس كمثله شيء، فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير مماثلة. فالله سبحانه ذكر عن نفسه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فذكر لنفسه يدين، لكن ليست يداه كيد خلقه. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، لكن ليست يداه كيد خلقه، لقوله جل ذكره: ليس كمثله شيء. وعلى هذا فقس. بارك الله فيك. طب بالنسبة شيخنا، بالنسبة كل شيء هالك إلا وجهه، هل اسألني هذا المبحث الآن متسع، أجبتك بالقدر الذي ينفعك الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الشيخ مصطفى معي. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. حفظك الله الشيخ مصطفى، متعلم عز وجل بعلمك. السؤال الأول شيخنا، ما حكم إن شاء الله في السعودية، وأنت تعلم أن يعني ولي أمر يطلب تستريح، وهذا يعني زيادة في الثمن، فإن شاء الله يوسعنا الحج، ولكن بالدخول يعني كما أنت تعلم.
فما حكم ذلك؟ السؤال الثاني، ما حكم السفر وترك الزوجة بإذنها لفترة محددة لهدف معين ثم العودة إلى الوطن؟ السؤال الثالث، أرجو من حضرتك رسالة واضحة واضحة، وأنا أعلم من حضرتك يعني إن شاء الله يعني الإخلاص والصدق، الله يحفظك في الله، لطلبة العلم يا شيخنا الذين يعني اختلفوا الآن ويتكلموا على العلماء سواء المعارضين أو غير أو غير المعارضين، أرجو من حضرتك أن توصل رسالة واضحة لطلبة العلم وما يفعلونه في أو المقلدون أمثالنا ما يفعلونه في حينما تنزل بالأمة نوازل أو فتن تكون بارك كبيرة. الله فيكم، وصلت رسالتك الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد. أما الحج بدون تصريح فمخالف لولي الأمر، لكن إن تم فالحج صحيح إن شاء الله تعالى. أما استئذان الزوجة للسفر لغرض معين وسفرك وتركها فهذا جائز ما دمت تأمن عليها الوقوع في فتنة. أما طلبة العلم فلا زلت أذكر نفسي وإياهم بتقوى الله وبلزوم طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعلم وتعليم الناس، وكما أمرنا ربنا في كتابه الكريم وجادلهم بالتي أحسن، فجدير بطلبة العلم أن يقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله. ووالله ما رأيت شخصا خاض في هذا الطريق، طريق الطعن في العلماء وازدراء العلماء وانتقاص العلماء، إلا ويبتلى في نفسه أو في أهله أو يصرف عن العلم الشرعي أو يرى منه انحراف. فجدير بإخواني أن يحافظوا على أنفسهم، فإن الله يدافع عن أهل الإيمان وأهل العلم، وستسلط عقوبات من الله إما في الدنيا أو في الآخرة على البغاة المعتدين. نسأل الله أن يحفظنا وأن يسلمنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي أسأل يا شيخ. نعم. يا شيخ، أنا دم الحيض انقطع عندي من أسبوع، ففي الدم دلوقتي موجود، وأنا عايزة ناوية الصيام اللي هي العشر ليالي دول، فمش عارفة دلوقتي أصوم ولا ما ينفعلي الصيام. هي يعني دم حيض. الدم الذي ينزل الآن صورته صورة دم الحيض؟ لا. إذن أنصح بأن تسألي طبيبة عن هذا الدم، ما سببه؟ هل حدثت لك أمور جعلته ينزل في غير موعده أم لا؟ أو إذا لم تسألي الطبيبة فانظري إلى لون الدم، فإذا نزل عليك دم في غير وقت الحيض ولونه ليس كلون دم الحيض فيكون استحاضة كنزيف، فلا يمنع من صلاة ولا صيام ولا من غشيان. أما إن كان لونه لون دم الحيض وصفته صفته، فحينئذ تمتنعي وتسأل الطبيب عن سبب اختلال مدة الدورة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف صفا، جزاكم الله خيرا. وإياكم. وبارك الله فيكم. وفيكم. وأسأل الله أن يعز بكم الأمة. وإياكم. شوف صفا، عندي سؤال بعد إذنك يعني. تفضل. في جمعية في قريتنا يأتي يعني مثلا في الأضحية بيلوموا مثلا طين من اللحمة فيوزعونها على الفقراء، فممكن من الممكن أن يعطوا في الفقير الواحد كيلو أو 2 كيلو أو 3 كيلو، لكنها تفسد هذه اللحم عندهم، فمن الممكن أن يجزئوا هذه اللحم بالكيلوات إلى ما بعد العيد. يعني الجمعية التي تفعل ذلك؟ نعم، هي التي تحدد ذلك، لا يفسد اللحم. بس عفوا يعني أراك يعني متجوزا بعض التجوز، هل الفقير في مصر إذا أعطي كيلو لحم أو 2 كيلو أو 3 يفسد عنده؟ يصل. هل أنت تقول إنه يفسد؟ أنا أعرف فقراء أهل بلدي وأهل منطقتي يسعدون بكيلو اللحم، يسعدون بكيلو اللحم ويحافظون عليه أشد المحافظة. أنت تدعي أن الفقراء يغرب عندهم اللحم؟ أعطيهم اللحم بارك الله فيك، أدخل السعادة عليهم في هذه الأيام، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ معايا؟ اتفضلي. بقول لحضرتك، هو يعني دلوقتي في جمعيات، يعني هو سؤال بخصوص الأضحية، في جمعيات دلوقتي بتاخد الصك، يعني تستلم الصك من
يعني انا ادفع فلوس في الجمعيات ديت واستلم صدقه، هل دي برضو جائز؟ جائز اذا كانوا امناء او فقهاء، لكن احذر من شيء، ان كثيرا من الجمعيات تشتري الاضاحي بناء على السمنه دون السن، فالسمنه لا تقوم مقام السن في الاضحيه. بمعنى اذا كان العجل سمينا ضخما ولكن لم يبلغ السن ولم يكسر لا تجزئ التضحيه به، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تذبحوا الا مسنا، وفي الحديث الاخر لن تجزئ عن احدا بعدك. فانتبه، لان من الجمعيات من يذهب الى اصحاب مزارع يشتري 1000 جاموسة أو 1000 بقرة لم تبلغ السن ويضحي بها لسمنتها. فأقول السمنة لا تقوم مقام السن في الإجزاء عند جماهير العلماء. فإذا كان القائمون على الجمعية فقهاء أمناء أدي إليهم، أما إذا كانوا دون ذلك فلا تفعلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمعت حضرتك يا شيخ العصر بتقول ان ابن الابن لا يرث. الحفيد لا يرث في وجود اعمامه، والوصية الواجبة التي صدر قانون بها في بعض الدول وصية باطلة، وتأكيل ناس اموالا بالباطل، اموال اخرين بالباطل. طب سمحت، عايزه بص، والدتي ورثت وهي طفلة، ورثت جدها. كان لك اخوال؟ كان لك اخوال؟ جدها ورثة جدها في أبوها. أيوة، أمك كان لها أخوال؟ كان لها أعمام. جدها أبو أبوها، يفترض أنها ليس لها شيء. طيب هي، طيب حكم الميراث ده إيه دلوقتي؟ هي طيب هي كانت ورثة وهي طفلة دلوقتي، هي طبعا حكم الميراث ده إيه يعني من أكثر من 40 سنة. تحللوا من أصحاب المظالم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس أنا عايز أقول بحكم إن جوارنا بيبقى جنب معهد أزهري النموذجي في عين شمس، هذا المعهد بيعمل كل يومين حفلة بيقدم فيها أغاني، وطبعا الأغاني معروف إيه هي حرمتها. طب عفوا اسألي سؤالك دون أن تسمي. حاضر. لا ما أنا مش هسمي الاسم هوت، بس بيقول أغاني هابطة جدا بيسمعها للأطفال الصغيرين. على كل يوجه القائمون على المعهد كي يتقوا هذه الاغاني القبيحه. ما انا عشان انا طلعت في دلوقتي اتكلمت مع حضرتك ان هم ما فيش استجابه خالص. لا استطيع، اعطيني اتصلي بالهاتف واسعى ان شاء الله، لكن لا تسمي على القناه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك وفي علمك. وفيك يا رب والسلام. أرجوك، أنا عندي 3 أسئلة بعد إذنك. أنا بحفظ قرآن الحمد لله، فجأة مش عارفة أحفظ خالص، وبقيت قليلة جدا في الحفظ وفي المراجعة، فمش عارفة إيه السبب. فتاني سؤال برضو، أنا والدتي متوفية فنفسي أعمل لها خير ليها، يعني مش عارفة أعمل إيه غير الدعاء بدايلها على طول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستغفر الله واستعيني بالغدوة والروحة وأوقات النشاط كي تقرأي كتاب الله سبحانه وتعالى، وجهدي نفسك واستغفري من ذنبك. أما الأم الميتة فلا الاستغفار ولا الصدقة، تتصدقي عنها، تعتمري عنها، إذا كان عليها أيام تصوميها، إذا كانت تصل أقواما فصلي من كانت أمك تصلهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤالين بعد إذنك يا شيخ. أول سؤال عن الحج، هل يجوز للزوجة أن هي تخرج للحج معها محرم بس مش زوجها، بس ممكن يعني زوجها هو مش موافق أن هي تخرج، يعني على أساس أن فرضية الحج وفرضية طاعة الزوج، فحضرتك يعني عفوا فريضة أم نافلة؟ فريضة. فريضة. يرى جمهور العلماء جواز ذهاب المرأة لحجة الفريضة مع الرفقة الآمنة، 3 من الأئمة الأحناف والشافعي والمالكية والشافعية يرون جواز سفر المرأة لحجة الفريضة مع الرفقة الآمنة. يعني بدون رضا زوجها يا شيخ بعد إذنك؟ ليس للزوج هنا حق في الاعتراض في حجة الفريضة، لكن حقه في الاعتراض في حجة النافلة، والله أعلم. السلام عليكم. السؤال الثاني بعد إذنك يا شيخ. نعم. الاختلاط على النت، على مثلا على صفحات التواصل الاجتماعي،
هل يجوز للأخ إن هو يحط بنات مثلا على الصفحة عنده ويقول أنا بنشر حاجات دينية فهي تستفيد منها؟ لا يجوز، لا يجوز هذا. وبين يدي هذا الدرس رأيت مسابقة على المعلن عنها عن القناة الفضائية تعلنها قناة المجد وغيرها أو غير تعلنها قناة المجد، فأرجو أن تكون بحثت شرعا قبل الدخول فيها. وأظن أن الفضلاء الذين ذكرت أسماؤهم ما أغفلوا بحثها، لكن عليهم أن يعيدوا النظر في المسابقة التي أعلنت على قناة المجد من ناحية المشروعية ومن ناحية الاتصالات وهل يتبعها ميسر أو لا. أرجو أن يعيدوا النظر فيها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، ربنا يبارك لنا في علمك. وفيك، تفضل. حضرتك بالنسبة للمقابر اللي في وجه بحري زي كفر الشيخ والمنصورة والحتت دي، حضرتك بتبقى طبعا فوق الأرض لأنك لما مضطرين إلى ذلك. نعم؟ مضطرون إلى ذلك. مضطرين إلى ذلك. نعم، لأنهم إذا حفروا ستخرج مياه تؤذي الأموات. صحيح. نعم. فما فيهاش يعني خلاص علم الجواب. نعم؟ علم الجواب، وقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب جزاكم الله خير. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. معك سعد من الفيوم. تفضل يا سعد. حضرتك عايز أسأل سؤال بالنسبة لغسل الجنابة. هل غسل الجنابة للمرأة مثل الرجل؟ نعم، غسل الجنابة للمرأة مثل الرجل، ولكن هي لا تلزم بنقض ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة. تمام. أما سائر ذلك فالأمر يستوي. سؤال آخر يا مولانا، ممكن؟ ممكن إن شاء الله. معلش أنا آسف يعني. لا تأسف. حضرتك واحد هيذبح بس إيه يعني قص الأظافر في هذه الأيام، ماذا يفعل؟ يذبح أيضا، الإضحية لن تبطل، إنما الأجر يقل شيئا ما، وإذا كان جاهلا إن شاء الله يعفى عنه. جزاك الله خيرا يا مولانا. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم. وفيك بارك الله. السؤال الأول يعني عايزين نبين للناس يعني لماذا نكفر بالديمقراطية، ده سؤال. والسؤال الثاني، نعمل بالتدريس ويقوم التلاميذ لنا، فما حكم قيام التلاميذ؟ السؤال الثالث يعني هل يجوز أن يعك الرجل ببقر أو جاموس؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن لماذا نكفر بالديمقراطية، الديمقراطية في توصيفها حكم الشعب نفسه بنفسه، فإذا ارتضى الشعب شيئا حكم نفسه به، كما يفعل في بلاد أوروبا الكافرة، يرتضون أحيانا أن يزوج الرجل بالرجل فلا مانع عندهم، يرتضون مثلا في بلاد بعض البلاد المسلمة إذا زنى الزاني ما دام برضا المزني بها ورضا زوجها لا بأس عندهم، فكل ما يرتضيه الشعب يفعل، ليس هذا في ديننا. فالديمقراطية اتباع الهوى واتخاذ الهوى، سواء هو الأفراد أو هو الجماعات دينا، ونحن لا نؤمن بذلك، إنما كما قال ربنا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وكما ترى في الديمقراطية التي يعلنونها في مصر يرجعون إلى رأي الشعوب، ونحن لا نرضى أن نرجع إلى رأي الشعوب، إنما نرجع إلى ما يقول ربنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أما عن قيام التلاميذ للمدرس فلا ينبغي أن يكون عادة ولا ينبغي أن يفعل، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب شخص إليهم، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. أما سؤالك الأخير، هل تجوز العقيقة بالبقرة والجاموس؟ فنعم، عق أنس عن بنيه بجزور أي بجمل، وكذلك فإن القياس جوز هذا، فالأضحية أعظم من العقيقة وجاز فيها الاشتراك في البقرة، وكذلك دماء التمتع عظيمة وجاز فيها الاشتراك في بقرة أو جاموس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل.
والله العظيم أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. يقول الحق تبارك وتعالى شيخ مصطفى: والفجر وليالي العشر، هل هي الليالي العشر في الليالي العشر الأخرى من رمضان؟ كذا قال أكثر من الأيام العشر دي. كذا قال أكثر المفسرين. حضرتك بس، وأتمنى حضرتك يعني تدعي لي بس حفظ القرآن. الله يوفقنا وإياكم. أما الليالي العشر فقال أكثر المفسرين إنها العشر الأول من ذي الحجة، فالله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. شيخنا أنا عايز أسأل سؤال تاني بعد إذنك، وعايز نوضح في المسألة اللي أنا اتكلمت فيها. السؤال الأول: هل يجوز الجمعية مثلا تأخذ الجلود الأضاحي؟ ثانيا التوضيح يا شيخنا بتاع المسألة، أنا مش تبع الجمعية، لكن واحد كلفني من أسأل أهل العلم، وأنا أسألك الآن يعني في الفقراء، أنا قصدي الجمعية اللي بتوزعها عليهم يعني ياما شوية، وهذا الفقير مثلا يذهب لبيت هذا وبيت هذا وبيت هذا، ممكن يجمع 20 كيلو لحم عنده فيفسدهم. هذه تخصه، هذه تخصه، لا تخصك أنت، لا تخصك. ماشي يا شيخنا. الجمعيات يعني ماذا عمل إذن؟ يعني كم من جمعيات ادخرت لحوما وفسدت، وللآن وللأسف أعرف أمس جالي شكوى من بعض الجمعيات، جمعية كبيرة جدا مشهورة جدا، للآن ما زال الرز عندها من زكاة الفطر لم توزعه، حتى يعني بعض المسؤولين يقول الرز يسوس في الجمعيات. نعم. رز زكاة الفطر. فأنا أقول لك أعطي الفقير حقه ويتصرف وأعرف بنفسه. أما جلود الأضاحي فلا لا تباع، إنما إذا أوديت لجمعية جاز للجمعية أن تتصرف فيها ببيع أو بشراء إذا خرجت من عهدة المضحي. طيب يا شيخنا بعد إذنك. نعم. زكاة المال مثلا عندما توزعها هذه الجمعية، توزعها دفعة واحدة ولا ممكن تقسطها على السنة بحالها؟ بحسب مصلحة الفقير. نعم يا شيخنا. بحسب مصلحة الفقير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخنا أنا إن شاء الله نوعية الحج أيضا تكملت السؤال الأول. فهل حج تمتع أحسن أم إفراد أم قارن؟ السؤال الثاني شيخنا برضو ما زلت يعني أؤكد على حضرتك جزاك الله خير، ونحن نحبك في الله في علمك، أنت يعني تدلنا في حكم الاستفتاء في طبعا الشهادة الشريعة، يعني عرضة أن يستفتى عليها الشعب أن يطبق أو لا يطبق هذا، وما حكم المشاركة في هذه الانتخابات وغيرها؟ بارك الله فيك. ونحن نحبك في الله. حبك الله. في علمك وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن سألت عن أي الأنساك أفضل، فهذه محل اجتهاد بين العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم إن كنت مستطيعا فالتمتع أفضل. هذا وعن الاستفتاء، فقلت بارك الله فيك، إذا كانت هذه الاستفتاءات ستؤدي إلى مصلحة شرعية، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، قدمنا عليها، وإلا فلا، وإلا فالأصل أن يحكم فينا كتاب الله وسنة رسوله دون الرجوع إلى أحد. لكن إن قدر وألزمنا بشيء وكان في الإدلاء بالصوت في الاستفتاءات إحقاق للحق وإزهاق للباطل، دخلنا لإحقاق الحق ولإزهاق الباطل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى تفضل. أسأل الله العظيم أن يرفع قدر العلماء في كل مكان، في مشارق الأرض وفي مغاربها إن شاء الله. وإياكم السامعين. أنا كنت أطلب رقم حضرتك. خذه. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك قلت الجلود ما تذبحش اللي هو بتاعت الأضحية. لا أنت يا مضحية ما تبيعهاش، لكن هديها المسجد أو لجمعية أو تصدقي عليها، هي تبيعها كما تشاء هي. حضرتك في يعني ممكن الجزار بيجي فبياخدها. لا لا يعطي الجازر منها شيئا. ولا من الأضحية؟ ولا من الأضحية. لكن بعض العلماء لما شرحوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعطي الجازر شيئا، أي شيئا كأجرة، إنما يعطى أجره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أعطي هدية قطعة لحم فالعلماء مختلفون في ذلك، لكن الأحوط تعطي الجازر هديته أجرته كاملة وتتصدقي بأضحيتك أو تفعلي فيها ما تشاءين. سؤال آخر لو سمحت. نعم.
في بعض المشايخ بيقولوا ان الليالي العشر افضل من ايام رمضان، هل ده صحيح؟ هذا قول شهير، لان بها عرفات وبها يوم الحج الاكبر، والحديث نص في ذلك، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله منه في هذه، يعني العشر الاول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. والله عندي ثلاث أسئلة وأرجو من فضلك أن تسألني ثم تجاوب عليها، جزاك الله خيرا. وإياك تفضل. السؤال الأول، ما حكم بناء المآذن في المساجد وما حكم التبرع فيه؟ هل هو أفضل أم التبرع للفقراء أفضل؟ السؤال الثاني إن شاء الله، هل نبي أم عبد لله؟ نعم، ما سمعت. السؤال الثالث، هل بالنسبة للتكبير يوم العيد يكون أم يكون كل واحد منفرد؟ جزاك الله عنا خيرا، والسلام عليكم. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن سألت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مأذنة في زمانه، فأقول لم أقف على شيء يثبت أن له مأذنة، لم أقف على شيء يدل على ذلك. ولكن ما حكم إنشاء مأذنة في بلدة مدينة حيث لا يكاد المسجد يعرف عن بعد إلا بها؟ أقول إذا كان بالتوصيف الذي ذكرت، فإن فعلت للغرض المذكور بلا إسراف فلا أرى بأسا بذلك، لدلالة الناس على المسجد إن لم يكن معروفا إلا بهذا. هذا والتكبير يوم العيد يكون جماعة أو فرادا كل جائز، ولا معنى للتشدد في هذا الباب. قد كان عمر يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى اللجة. عمر كان يكبر في خيمته رضي الله عنه، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى اللجة. وكذلك في حديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض بالخروج إلى المسجد، عفوا بالخروج إلى المصلى لشهود العيد، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فالتكبير إن شئت فرادا وإن شئت جماعات، الأمر في ذلك كله واسع، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. نعم تفضل شيخنا. يا فندم انا حبيت رؤيا يا فندم ان انا ببادي في حلم، وليس هنا مقام تفسير الرؤيا. طب اسمعني في الاخر يا شيخ. عفوا لا افسر الرؤيا في المقام هذا يا اخي، هذه فتاوى ليست تفسير احلام، بارك الله فيك. ممكن تتصل حتى نستغل وقت القناه استغلالا حسنا، بارك الله فيك. وايضا كلمه يا فندم ليتك تعرض عنها، فهي كلمة متركة، ونحن نحرص دائما على لغة العرب كي تعلو وكي تسود. أما أفندم والنينة والتيتا والكبري، حتى كلمة الكبري أصلها القنطرة، إنما تركيا دخلت على مصر، فنحرص على الألفاظ العربية أفضل وأسلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل شيخ مصطفى. إن والله أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد سؤالين سؤالين والله. تفضل. أول سؤال، ماذا أفعل للعاقد في تجاه زوجته؟ السؤال الثاني، يعني ما الحكم الشرعي في السفر بتوع أهل سوريا، في السفر في ترك البلد في وقت الحرب وكده، في هم يهاجوا مصر وسافروا للدول المسلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما العاقد هي زوجته، لكن لا يغلق عليهما باب إلا وقت البناء المعلن لترتب الأحكام الشرعية على ذلك.
ليس من باب التحريم إنما من باب التمييز بين حقوق المدخول بها من حقوق غير المدخول بها. أما مجيء أهل سوريا الذين لم يتحملوا المعيشة هنالك مع الفتنة إلى بلادهم في مصر والإخوانهم في مصر، فإن شاء الله ليس عليهم إثم، خاصة إذا أكرهوا على ذلك أو خافوا الضياع على أنفسهم أو بناتهم أو نسائهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، عندي ثلاثة وأسئلة، بارك الله فيك. تفضلي. السؤال الأول بالنسبة لامتناعي عن حلق الشعر والأظافر، هل هذا لصاحب الأضحية أم الجزار الذي سينحر الأضحية؟ والسؤال الثاني، إذا مر شخص بأرض مزروعة وأخذ منها شيئا يسيرا ليأكله، فهل يأثم بذلك؟ والسؤال الثالث، عند ذكر ملك من الملائكة، هل نقول ما نقوله في الأنبياء كأن نقول جبريل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام أم لا يلزم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما إذا كان الرجل سيضحي، هل يمتنع هو وأهل بيته عن قص الأظفار أم هو فقط؟ الظاهر لي والله سبحانه أعلم أنه فقط الذي يمتنع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من لم يضحي من أمته، ومع ذلك لم يلزم أمته بعدم قص الأظفار. هذا وعن شخص إذا مر بحديقة أو بستان فنادى يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاثا فلم يرد، هل له أن يقطف ثمرة ويأكلها أم لا؟ فالحديث الوارد أنه يقطف ثمرة غير متخذ خبيئة، ومحل ذلك كما قال العلماء إذا أمنت الغوائل، أي إذا أمن أن يتهم بأنه سارق. أما ملك الموت فنعم نقول عليه السلام، وقد قالها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن جبريل عليه السلام. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أقول ما كان في هذا المجلس من صواب فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله في هذه الأيام الطيبة المباركة، وأن يكثروا من ذكر الله ويكف عن اغتياب المسلمين والمسلمات. أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين، وأن يجازي أصحابها والقائمين عليها والعاملين فيها خير الجزاء، وأن يحفظهم وأن يحفظ الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الانتهاء لازم التذكير مرة ثانية بأن ما صدر عن إخواني أعضاء الهيئة الشرعية وما أفحم معهم من مجلس شورى العلماء في البيان الذي صدر اليوم لا علم لأكثر مجلس شورى العلماء به، ولم يجتمع مجلس شورى العلماء للإدلاء برأي في الدستور إلى الآن، وما زالت بنوده قيد البحث. والذي تكلمت به فيما يخص رفضي للدستور هو بصفتي وعائد علي، أما كاجتماع لمجلس شورى العلماء فلم يصدر الآن قرارا، والذي صدر في بعض الفضائيات اليوم من إفحام مجلس شورى العلماء مع الهيئة الشرعية أظنه خطأ، أرجو أن يكون غير متعمد والله أعلم. هذا وأذكر أخي في الله الرئيس محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير بتقوى الله، وأن يسعى للتحكيم شرع الله، وإلا فيخشى عليه من عذاب الله، فالله قال لمن هو خير منه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وعود مذكرة للنصارى في مصر بما لهم علينا من حق الجوار، أننا نحب لهم الخير أن يؤمنوا وأن يسلموا، فربنا ليس بالمسيح أبدا، والمسيح ليس بابن لله، ولما صلب المسيح بزعمكم من الذي حكم السماء والأرض ومن الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض؟ إن ربي سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فتوبوا إلى الله وليتوب الصوفية إلى الله من شركهم وبدعاتهم
وقولهم مدد يا فلان فهذا شرك، ولا ينبغي وأنتم تقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن تقولوا مدد يا بدوي فتسألوا البدوية أن ينفعكم أو يكشف عنكم ضرا، فهذا ضلال توبوا إلى الله منه. ختاما أسأل الله أن يبارك في بلادنا وأن يحفظها من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يسلم إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كل البقاع، اللهم أمين. أكثروا من ذكر الله واستغفروه وردوا المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتي.